وشكرا حقيقة لهذه التغطية المتميزة جدا من مراسلنا النشيط من هناك من المغرب هاني العوضي. الحقيقة قبل ما أخش في المنتخب الوطني عندي كده تصورات زي ما قلتها لحضراتكم امبارح، لكن وإحنا بنستعرض التقارير النهاردة لفت نظري تقرير لصديقنا العزيز الأستاذ عامر حسين طبعا، وهو رئيس لجنة المسابقات لسنوات طويلة جدا في اتحاد الكرة. يعني زي ما تقول ايه، الراجل عارف ما يسمى كده ايه، صرخة ألم، صرخة ألم سميها كده يعني. هو الراجل ده الحقيقة تعرض كثيرا جدا لانتقادات لاذعة في التأجيلات والحكايات والروايات. النهاردة احنا مع بداية الموسم وبعد 3-4 أسابيع من البداية بدأت التأجيلات وبشهر بحاله حب يتكلم، قلنا له لازم تتكلم، نشوف قال ايه. يا مساء الانوار حاج عامر حسين، يعني نقدر نقول انك تحملت على عبئك لجنه المسابقات وفي اخطر مرحله مر بيها تاريخ الرياضه المصريه، تعرضت لكميه نقد رهيبه، تحملت على عاتقك كل النقد اللي تم، اتهامات وصلت لان انك بتاجل مباريات. النهارده ترند، اكبر ترند بيقول احنا اسفين يا حاج عامر، ترد تقول ايه؟ يمكن انا من يوم ما مشيت ما اتكلمتش خالص وانت بتجرني كلام، ف لا انا بقول لهم انا لو انا اللي اسف لو انا غلطت في حاجه قبل كده، انما انا كل القرارات بتاعتي كانت بناء على افعال بتجيلي، انما انا بيبقى رد الفعل ولازم الاقي حلول للمشاكل. اكبر ناديين في مصر ما عندهمش ملعب يا كابتن محمد، دي حاجه يعني فكر فيها كده، يعني قالوا زمالك ولا زمالك واهلي اكبر ناديين في افريقيا كلها ما عندهمش ملاعب، بياخدوا ملعب النهارده هنا وبيأجروا هنا، ولو اجر هنا الامن ممكن ينقله هنا قبل المباراه بيوم، وممكن في نفس يوم المباراه زي دجله والاهلي من 3 سنين يوم المباراه الصبح يصحوني دجله والاهلي مش هيلعبوا في الدفاع الجوي، نشوف لهم ملعب تاني، وانا كرئيس لجنه اروح اتفق مع مدير استاد بطرس بورتو عشان خاطري النهارده يفتح الملعب واحضره عشان الدجله والاهلي جاي لك النهارده، يعني امور كتير قابلتنا. فانا داخل وانا عارف ان المشاكل ديت، انما انا اللي ساعدني ان انا اخذت الموضوع خطوه خطوه. انا تهاجمت الدور الاول من نادي الزمالك عشان كنت باجل الاهلي لان الاهلي وصل للنهائي، والدور الثاني تهاجمت بالعكس من الاهلي عشان الزمالك وصل للنهائي، فكنا بناجل الزمالك عشان نساعده ان هو ياخد البطوله. يعني احنا ساعدنا اللي حصل في الدور الاول هو اللي حصل في الدور الثاني. الناس اللي قالت ان احنا لعبنا الدور الثاني بصفقات 5 مباريات للاهلي بصفقات جديده، الموسم ده متهيألي هيتلعب اكتر من 19 مباريات بالصفقات الجديده للانديه، وطبيعي ان في يناير لعيبه بتمشي ولعيبه بتيجي، حتى لو ما حصلش تاجيلات ما حصلش اي حاجه، ده طبيعي في كل البطولات كده. اللي بيلعب كاس النهارده مع فرقه بيتغلب، تاني في يناير 1 يناير بيروح لفرقه تانيه بيلعب ضد الفرقه اللي هي بتاعته اللي كسبت، يعني حاجات امور كلها دي في الكوره. انما هو كان الموسم اللي فات شديد شويه لان كان التنافس ما كانش ناديين، الناس ناسيه يعني نادي بيراميدز، فطبعا دخل مع زمالك واهلي في منافسه جامده جدا، فكل الامور ديت ادي صعوبه. الناس نسيت ان في امم افريقيا جت مصر فجاه وملاعب اتقفلت، الناس نسيت ان اللي كان بيلعب عربي هو اللي بيلعب افريقيا، السنه دي مش موجود الكلام دوت، الناس نسيت ان النادي الاسماعيلي اتشال من بطوله افريقيا، فبعد ما حطيت له مبارياته راح الاتحاد الافريقي رجعه بعد اسبوعين ورجع له المباريات القديمه اللي ما لعبهاش، فدخل على حاجه مش اجنده مش بتاعته خالص، فطبعا دي عملت دربكة كتير لمباراة الإسماعيلي، أجلت 5 مباريات للنادي الإسماعيلي، فكل الأمور ديت أمور صعبة جدا. بطولتين في سنة واحدة الاتحاد الأفريقي عملها، بطولة دوري الكونفدرالية تخلص شهر 11 تبدأ جديدة شهر 11 عشان تبدأ تنتظم في الموسم دوت، أول مرة بطولة منتخبات أمم أفريقيا تتعمل في الصيف، فلازم تخلص وقت معين، يمكن اللي بس اللي فضل 4 مباريات بعد بطولة أفريقيا، والأندية عارفة من شهر 7 اللي قبله قلت له نلعب الدوري مجموعتين عشان نبقى مرتاحين ان الاهلي ممكن يوصل ل 65 مباراه، انما محدش سمع الكلام، الانديه كلها قالت لا، كل خطا من الحكم بيبقى له تقرير، وتقرير تاخد عقوبه، والعقوبه هتلاقي طبعا في ناس طبعا متعصبه لكل نادي مش متقبله العقوبه ديت. الفيديوهات دلوقتي بيبقى الضغط رهيب على الحكام، ويمكن الناس اللي بتقول ان الجمهور مش موجود فالحكم المفروض معلوش ضغط، لا يا ريت ضغط الجمهور ده ارحم كتير من ضغط الفيديوهات والحاجات اللي احنا بنشوفها في المواقع ديت وتركيب الصور والحاجات، كل واحد بيجيب تاريخ الحكم في الواقعه دي ادى قرار ايه في الواقع. يعني امور صعبه جدا بالنسبه للحكام، عشان كده لازم الحكام واتمنى يبقى محترف تماما
للتحكيم.